نرحب الآن بضيف حلقتنا الأستاذ محمد فرشوخ، مساعد رئيس الاستخبارات اللبنانية الأسبق من بيروت. سيد محمد مساء الخير. مع بداية هذا الاجتياح البري، كمين محكم كما يبدو لحزب الله يوقع 14 قتيلا، هذا وفق اعتراف المصادر العبرية والعديد من الجرحى. كيف ترون استعدادات حزب الله انطلاقا من هذه العملية؟ أمس صالح لكم ولمشاهديكم. أهلا بك. الموضوع لا يزال مبكرا للحديث عن المعارك البرية التي المتوقعة والتي أعلن عنها جيش الدفاع الإسرائيلي عن بدئها. الآن نحن في مرحلة بدائية جدا في من معارك البر، وتدعى هي يعني يسمونها باللغة الإنجليزية combat outpost، أي القتال أمام المراكز الدفاعية. يعني لا يزال أمامنا الكثير مما سوف نشاهده بعد ذلك. فهي عبارة عن جسد نبض أولا، ثم هي أصعب اللحظات التي يجري فيها يعني اختراق الخط الأزرق، الخط الحدودي. ومعلوم أن المسافات هنا يعني ضيقة جدا بين الانطلاق وبين الوصول إلى أقرب نقطة في مراكز عند مراكز الحزب القتالية. المؤشرات التي ترونها هنا ومن صور القتلى من جيش الدفاع الإسرائيلي يبدو أن الأمر ليس بالسهل. شباب في سن الورود أعمارهم لا تتجاوز 21 عاما يزج بهم جيش الدفاع في خطوطه الأولى، بينما المطلوب عادة لا يضحى بمثل هؤلاء، والحزب يحترم هذه القوانين العسكرية، إنه يقدم أروع صور القتال في أول صدام ولا يقدم يعني أشخاص من قليلي التجربة. هو هذا المثير سيد فرشوخ، يعني المحتل يقول بأنه جهز نفسه وظل لأيام يحشد دباباته هناك ويعد قواته، وهذه القوات يفترض بأنها قادمة من غزة، وبين ظفرين نقول يعني مرغ أنفها في غزة، ولكنها أيضا يعني تعلمت ربما لعلها من دروس غزة. فكيف نفهم وقوعها في اليوم الأول في مثل هذا الكمين؟ يعني لا أريد أن أكرر، إنهم يستعملون خيرة الشباب القليلي التجربة في البداية، وهي مرحلة جس نبض لا أكثر، لا نزال بعيدين عن المعركة البرية. الآن هم يريدون أن يجسوا النبض أين تقع مراكز الدفاع التي خطط لها الحزب، وبالتالي الحزب أيضا قد وضع مراكز قتال أمام خطوطه الدفاعية، يعني كلا الطرفين يحاول أن يرى ما هو موقف الآخر، موقع الآخر إلى آخره. لا الرمي، أريد أن يعني أستبق الأمور قليلا حتى يفهم المشاهد معنى قولكم الآن. نعرف بداية العمليات البرية من القصف المدفعي الكثيف الذي يسبق هذه العمليات ويغطي تقدم القوات. لم يحصل شيء من هذا القبيل، نحن قبل هذه العملية الآن. يعني الحديث هنا فقط عن عبارة عن اختبارات لخطوط الدفاع التي نظمها الحزب. هذا ما أعرف أن طيب، يعني بصفتك مساعد رئيس الاستخبارات اللبنانية الأسبق سيد محمد فرشوخ، نستفيد منك في هذا الجانب أيضا. يعني إذا كان المحتل يجس النبض ويرسل أيضا ببعض الكوماندس كما قيل في اليومين الأخيرين ترصد الجبهات ومتابعتها، في الجانب الآخر المقاومة ما هي قدراتها وإمكانياتها أيضا للذهاب بعيدا في استشراف المنطقة وتموقعات العدو وأماكن ضعفه وأماكن قوته؟ ما هي قدراتها وإمكانياتها في هذا الجانب؟ سؤال طيب أخي صالح. الحزب بعد كل الذي جرى في الأيام الماضية، ما تم النيل منه هو قيادات سياسية وعسكرية عليا، وأما القوى المقاتلة على الأرض لم تمس بعد، وبالتالي لا يزال وقت أيضا مبكرا لنعرف كيف هي الخطط. هذه نحن الآن يعني بعد 18 سنة من معركة 2006، وفي تلك المعركة يعني حصل الحزب خبرات قوية جدا،
وأيضا حقق انتصارات هامة أمام جيش عرمرم. وبالتالي التدريبات التي تلقاها منذ ذلك الوقت والتعزيز بالشباب الدم الجديد كله سوف يظهر تباعا. لا يعني الآن نحن أمام المشهد الأول وهو مشهد مصغر، لم نشهد بعد تدخلات قوية لأعداد هائلة، وكلنا يعلم بأن الدفاع لا يشبه الهجوم. يعني العدو سوف يحشد قوات هائلة ونيران هائلة، كل الغرب بتصرفه القذائف والمتفجرات وغير ذلك. وأنا أريد أن ألفت الأنظار إلى شيء جديد موجود عند الطرفين، وهو شيء حديث في معركة لم تكن متوفرة من قبل على مستوى قبل أوكرانيا وروسيا، قبل الجبهة الروسية الأوكرانية، وهو معركة المسيرات. سوف تدخل هذه المعركة تأخذ حيزا هاما من المجابهة، والسبب فيها أنها موضوعة بتصرف القوات مباشرة. يعني لا يطلب دعم قوات جوية كما كان يحصل في الماضي، بل القائد البري هو الذي يحرك المسيرات، وهو يرى بأم العين ما الذي يجري على الأرض، يرى تحرك قواته ويرى تحرك قوات عدوه، وكلا الطرفين يستعملان هذا السلاح الجديد. يمكنهم المراقبة من جهة، وتمكنهم أيضا القصف من جهة أخرى. معركة سوف تكون عنيفة جدا، مكلفة جدا للطرفين، وهذا شأن لم نتعود عليه من قبل. المعركة أيضا يخوضها مقاتل يؤمن بقضيته، نعم، ونتحدث هنا على جانب المقاومة، لكن هذا المقاتل سيد محمد هو إنسان في النهاية، ويتأثر أيضا أحيانا بعواطفه. الصدمات التي حصلت لحزب الله، وأنت أشرت إلى استشهاد عدد من القادة العسكريين والسياسيين وفي مقدمتهم أمين عام الحزب حسن نصر الله، هذا أثار بالتأكيد اهتزاز في نفوس البعض، أو لنقل يعني شيء من الإحباط. هجوم إيران البارحة برأيك هل مسح كل هذا الآثار لتلك الاغتيالات في نفوس المقاتلين؟ والله إني لا أحب أن أخذ بالموضوع السياسي، أترك لكم النظر إلى الصور التي وردت عن الصواريخ التي وصلت وعن آثارها وعن مفاعيلها، وقارنوها أنتم واستنتجوا بينها وبين العمليتين اللتي حصلتا داخل الكيان، أرض الكيان داخل فلسطين، أيها كانت خسائرها أعلى، العمليات الخاصة الصغيرة التي نفذت، أم هذا الولولة في الصواريخ دون ما نتائج تذكر؟ يعني هذا الأمر واضح وصريح. لكن الشباب الحزب كما أعلم، وهم يعني أبناء جلدتنا، متحسرون كثيرا على ما جرى ومتأهبون كثيرا للانتقام. هذا موضوع ظهر اليوم من خلال أداء الشباب. لكن الذي أريد أن أقوله هو لن تظهر آثار قتل القادة العسكريين الكبار إلا قبل أيام أو ربما أكثر أسابيع بالمعركة، كيف ستدار المعارك. لا يخشى على العنصر المقاتل في الحزب، إنما نريد أن نرى التسلسل القيادي كيف سيتصرف. أعرف شيئا واحدا عن طريقة التدريب في الحزب، أن لا أحد منهم إلا وقد درب نائبه على استلام مهامه، لأنهم يعتقدون بأن موضوع الشهادة أمر حتمي وأمر مصير. الأستاذ محمد فرشوخ مساعد رئيس الاستخبارات اللبنانية الأسبق، كنت معنا من بيروت، أشكرك جزيل الشكر.